مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من منزل الفنانة الشعبية الجميلة الداودية البيضاوية في طم الزهرة، لالا مليكة ولالا زهيرة. مرحبا بنا عندكم وشكرا على حسن الاستقبال والترحاب. يعني معروف عليكم دائما كتشتغلوا في جميع المناسبات في مهرجانات، لكن للأسف مع زمن كورونا ما كانش العمل بزاف، واليوم كيتمنوا حتى هما يرجعوا بحالهم بحال جميع الناس اللي التحقوا بالعمل ديالهم ولاو كيشتغلوا، وداك الشيء يكون قانون ان شاء الله. في طم الزهرة غتعاود لينا كيفاش دوزوا ازمه كورونا، كيفاش كنتوا يعني انتم معروف انكم كتشتغلوا بزاف، كيفاش دازت عندكم كورونا، شنو دارت لكم؟ وحاولنا يعني نحميو بلادنا ونحميو الناس اللي يعني سواء يكون عائلتك او حتى دوك الناس اللي كيفتحوا لك باب الدار، كتعود عائله وكيعود عندك واحد العلاقه بيهم، يعني ما يقدرش حنايا نكسروا هذاك القانون اللي دار الحجر، يعني اللي انا لقيناه مصلحتنا، لان يعني خافوا علينا وخايفين على صحتنا، فما يمكنش يعني بحالنا بحال جميع الناس، ما يمكنش انا كتختار كذاك الحجر وتخاطري بحياتك. والمشكلة ماشي غير بحياتك، ممكن احنا يعني معروف علينا راه حنا كتخرجي، مادام كتخرجي ابار هذا الكوفيد راه كتعرضي بزاف الحوايج ومعرضه حياتك ديما لخطر، دونك كتخدمي في الليل، كتخدمي في بلايص ما كتعرفيش فين غاده، ولكن هذه المره ماشي الخطر غير عليك انت، الخطر تاع الناس اللي غتدخلي عندهم، يعني حتى داك التجمع ما فيهش مصلحه، يعني فيه الضرر اكثر من تكون فيه المنفعه حاليا في هذا الوقت. ولكن الحمد لله دابا كنشوفوا يعني حنا ضرينا من هذه الكلسه، ما عندناش ندخل اخر من غير هذه الحرفه وهذه المهنه. يعني قبل انا كنت كندير مثلا قبل كنت كندير مثلا تجاره، ولكن حاليا صعيب، لان حتى التجاره والسوق راه تجمع، حتى ملي كتدخلي السوق وتبغي ترجعي لبيع 10 حتى هو تجمع، يعني ما يمكنش لك ديري التجمع عاوتاني واخا بالبيع 10، راه نفس الشيء حتى السوق راه غادي نفس المشكل. مزار كان عندك شي اعراس وحفلات وتحبسوا في عندي غالات يعني. سمعت كان عندك شي حفل في فرنسا عندي حفل في فرنسا في شهر 4 نهار 15 4، يعني كل شيء تكتو غتحصلوا؟ كنا غنحصلوا والله ما نحصلوا بلادنا وسط حبابنا مع وليداتكم اكيد، يعني ملي كتكون هنا المصيبه في بلادك وسط حبابك ماشي ملي كتكون مغرب، يعني انا كنهز الهم دوك الناس اللي خارج ارض الوطن. اكيد كانوا كيعيطوا لك لي فانز ديالك من برا كيطلبوا منك انكم تغنيوا ليهم في الانستغرام والفيديو ابل فيديو ياك؟ كنديروا ابل، كيديروا واحد جروبات اللي هما خاصين بالجاليه المغربيه اللي كتعيش خارج الوطن، كيديروا بنات جروبات وكتعيط لك كتقول طلعي معايا اللايف وتصيفط لينا شي حاجه ديال الفلوس، وبصراحه ما كينساوناش وتخدموا ليهم داك اللايف، يعني كتخدمي داك اللايف كتدخلي معاهم فرحات بحال دابا التعليقات كتقراي كتشوفي، كاين انتقادات ماشي ما كاينش، لان ماشي اي واحد غيكون يحبها، يعني كاين انتقادات تقول لك المرضى كتغني ما حسيتش بالناس، لا راه ما يمكنش، لان حنا الا كنا غادي نخافوا من واحد الموت من نهار خلقينا حنا عارفينها كاين، غير الموت واحد الاسباب نتعدى، ولكن الان الا بقينا خايفين بزاف اي راه غنخاف، انا في احتياطاتي باركه في داري يعني، ولكن ما تشميناش انا ندير لايف ونضحك الناس ونضحك معاهم ونخرجوا شويه من ذاك القوقعه اللي كنا عايشين فيها ديال انك خوف الخوف بزاف، حنا بغينا شي حاجه ما نكذبش عليك، يعني بحكم اننا جينا في المنطقه اللي هي باقي فيها شويه الحجر، يعني ما ضرينا ماشي ما ضريناش، حنا بغينا حنا ما كنديروش مثلا بغينا مع الاقل يخلوا غير الناس مثلا تخدم، حدا بالي كيكون عندها غير عيد ميلاد عندها غير 8 الناس، يعني راه عائلتها غير عندها غير دارها، كتقول لك انا راه غير في داري، مع حنا جالسين دابا في الحجر كاينه غير انا وخواتاتي ودايره عيد ميلاد البنت تيجي عندنا ما كنقدرش نمشي، كتخافي؟ لا كنخاف، كنقول نقدر كتخافي اكثر انك تشاف عندك واحد النظره من الناس اللي متابعينك، لان دابا ملي كتكون عندك واحد الجمهور واحد الناس متابعينك اي خطا درتي غيتحسب عليك، يعني اكثر من انسان عادي، يعني انت كتعودي واحد غنقدر نقول قدوه، وخا الناس بزاف غيقول لك لا
ولكن اي حاجه درتيها تقدر واحد اخرى غتفهمها بحاجه اخرى ودير بحالها. يعني هادشي كتبعد عندك واحد المسؤوليه اكيد، لان الدوله ديال البيضاويه ماشي فاطمه الزهراء اللي كتعيش عادي، كتبعد عندك يعني واحد المسؤوليه لانك عود التكليف اكثر من كون تشرف من الناس اللي اكيد. شنو استفدتي من كورونا؟ بصراحه الله بلا ما نكذبوا استفدنا ان هاد كورونا الا جينا نشكروها اكثر واخا هي ضرات الناس، ولكن واحد الناحيه بركنا في ديورنا، تقربنا من وليداتنا، عرفنا وليداتنا معاش كينعسو معاش كيفيقو شنو تيبغيو شنو تيكرهو. الزدادرنا راه كنا نفرجيهم وما تنجلسوش عليهم. جلستي عليهم اليوم؟ دابا جلسنا على الزدادرنا، تبرعنا في فراشنا، عرفتي بحق صحابك وحبابك عائلتك بحق المهم اللي كانت بايد عليك. واخا حنا دابا في المغرب كتقول له غير اللي عايش برا اللي صعيب عليه مونتو، واخا تقولي لي ما تقوليش حاسه، ولكن دابا ملي كضطري انك ما تشوفيش الوالده ديالك وبانك ما تضحكش مع صاحبتك. انا صاحباتي لقيت مشكل كبير اقسم بالله، يعني بصراحه بكينا لان عشره معاهم راه اكثر من الدار. انا كنخدموا السيمانه كامله وتخرجي من الصباح كتجيبك غير النعاس، بعد ما تلقاو ولادك ناعسين دونك راه كتكون حياتك معاهم اكثر من الحاره الحلو بينا مع صحاباتي. ودابا الله ترجع الامور كما كان، درنا واحد في الواتساب ديال العباد ديال العاصمه وديال مراكش، معنا غيتا، معنا كنعيطوا لبعضياتنا، ني الاخت نيبه معنا بنات العاصمه، تنتصلوا بعضياتنا ونسولوا بعضياتنا. يعني هاد الهواريات صحاب الدقه المراكشيه، هاد الاولاد هادو فنانه، كاين اللي كيدير غير لور، كاين اللي كيدير غير دراب، كاين هاد الناس هادو راه حتى ما تنساو، يعني ما يمكنش حتى داك السيد رزقو غير معاك. ملي كتجلسي انت حتى هو راه جالس في الدار، دابا هو ما عنده حتى شي حرفه، ما عنده حتى شي حرفه، ما كاينش البديل. حنا بغينا زعما يعني قالينا نلقاو شي حل، حنا ما بغيناش نضروا الناس، نضروا صحتنا وليداتنا، ولكن اون ميم طون ضرينا في رزقنا. يعني لحد الان راه بدات توصل، هذا كيقول الجميع بدات توصل لعندهم، كاين الناس اللي وصلات، كاين الناس كتعيط لك تقول لك انا عطيت الحرفه، ودابا ملي كتقول لك ما كنتش دايره بحساباتش. راه خصهم يعرفوا ان اللعابات هادو اللي صغار راه ما كديرش واحد الرصيد في البنك ولا كتشد شي حاجه اللي هي كثيره، راه المخيره تخدم كاع اللي خدمات شي خدمه ب 5000 درهم ولا 7000 درهم، وكتخلصي منها البنات اللي معاك، فيها ترونسبور، فيها الماتيريال، فيها مكياج شعر، يعني داكشي داكشي اللي كيجي كتجي ثاني كتخسري في دارك الا بغيتي تعيشي وتعيشي وليداتك راه ما غتخدميش. كنتو غنيتو على كورونا؟ صاحبي راه ما غاديش، ما كاينش نذكر قبل ما تدخل المغرب، قبل ما تدخل المغرب كنا خدينا غير في حال فوكا هكا، البنات كنا دايرين لايف، قالت لنا وحده غنوا لي على كورونا، غنينا على كورونا، اتلقينا جات حتى عندنا تقلب علينا. الناس دابا كيتفرجوا كيقول لك بغاو يسمعوا منكم شي حاجه لايف. ايه درك ما غنغنيش على كورونا بنات، لا تغني لي لاختيا. انا نغني عندي واحد الاغنيه اللي قلت في الحجر كلمه، يعني شي حاجه اللي خرجت من قلبي لصاحبتي، لان ملي كيدام على الحال
يعطيكم الصحة. الله يعطيكم الصحة تبارك الله عليكم. شنو كتمنوا ان شاء الله وشنو غديروا من وراء الازمه ديال كورونا؟ ان شاء الله ما يترفع الحجر الصحي. شنو غدير اول حاجه غديروا؟ شنو هي اول حاجه؟ ما نقدرش عليك، خصنا نعيدوا حساباتنا بزاف، لان ماشي الخير كيدوم وماشي الفلوس كدوم، لان خصنا دابا عرفنا ان خصنا نحطوا واحد شويه الازمات شي حاجه بحال هكا تجي ومن وراء ان شاء الله كنقولوا نرجعوا نخدموا. بغينا نزيدو القدام بيكم والناس اللي كيتابعونا وكيشجعونا، وبغيناهم يقبلوا علينا، واللي شي حاجه كتبان ليهم فينا ما يعني اي تعقيب مرحبا. حنا بغينا نبدلو من ريوسنا ونعجبو الناس كاملين، واخا صعيب انك تعجب الناس كاملين. نتمنى ما تفرقوش انا وصحاباتي ان شاء الله، ونتمنى الله يعفو علينا والله يردنا الطريق ديالو. حنا هاد يعني هاد الحرفه واخا بزاف الناس كينتقدوها، حنا ماشي كن غنقولوا باننا ما نقدرش نبقى في هاد الدومين، يعني غير وصل واحد السن محدد تعتازلي ان شاء الله، لانني وملكه وظهيره تابعينك. الله يخليكم بعضياتكم يا ربي. نتمنى لان صحباتي بحال دابا صاحبتي اللي عندها كريدي ديال البارطمان، عندها مسؤوليه كبيره، عندها الوالدين، عندها فهمتي، حنا من هجه الظهر، حنا من قبل حنا هازين، حنا اللي صايبين، حنا اللي هازين. واش دابا حسينا بها بالدومين؟ انا قبل كتهزي واخا تسمعي شيخه، واخا تسمعي عونيه، واخا تسمعي كاين اللي تيقول عليك حتى بنات الليل ما مزياناش، غير تعرفك بولادك ودارك وبنات. ولكن ملي كتسمعي داك المعنى تقول لي ما يهمنيش، يعني كتجيب من واحد طرف الخبز لولادي. كتسمعي راه دابا المصيبه كاينه مسكينه اللي كتخرج غير حتى تسعه، كاع تنسعه والله غيعيروا، يقول لك وسخات البلاد طيحت بكرامتنا، خرجتي كتغني وسخات البلاد دايره فعلا. اي دومين فيه المراه كتهان فيه، اي دومين المراه واخا تكون راه كاينه واحد السيده اللي انا مؤخرا سمعتها كانت كتعطي الدروس حدانا هنا، وقال لك لا 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 المراه ما خصهاش تعطي الدروس، هي ما مؤهلاش لا في الدين لا في، وكتلقى كيعاير المراه بزاف، ولكن ملي كيتفكر مو كيبغيش يعاير ليه مو، كيبغيش لي يعاير ليه مرتو ولا اختو ولا بنتو. يعني حتى حنا بغينا يشوفوا فينا ان حتى حنا عندنا والدينا، حتى حنا حنا ميمات ديال وليدات، يعني اللي ما غيبغيش على مو ولا مراته ولا اختو ما يقدرش يقبلوا علينا حنايا. هادشي اللي كنطلبوا منهم يشوفوا فينا بعين الرحمه، اكيد يدعوا معنا الله يعفو علينا من هاد الحرفه اللي يعني شافنا حنا في طريق خايبه، يدعي معنا حنا ما نقولوش، غنقولوا امين لينا ولجميع المسلمين، غير باش يجرحك بشي كلام كنبقى مغربيه، كنبقى انا بعض المرات كيقول لك الله يديرك تنفعلي، لانك تشوفي شي انسان خصوصا كنتي كتعرفي واش كيسبو كيبقى يسبك ولا كيبقى يدخل يطعن فيك، كنت عارفني لان حنا كون بغينا الطريق الخايبه انا ما غنهزوش دربوكه وما غتخرجيش تخدمي في عز حفله فيها 60 واحد وتتعرضي وتنسفي وتغوطي الصوت يمشي، على باش كتجيبي دوك الفليزات وتجي لحالك؟ كون بغينا ديك الطريق اللي تيقول لك بنات الليل يمشيو يشوفو كيفاش عايشين. الله يسر ان شاء الله نشوفك من اجمل الفنانات ومن انجح الفنانات في المغرب، لان تبارك الله عليكم صوت ما شاء الله جميل واخلاق وطيبات كيف ما عرفتكم نهار الاول، بقيتوا على نفس الطريقه تبارك الله عليكم. الله يوفقك يا فاطمه الزهراء، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق. ظاهره كذلك لاله مليكه، الله يفرحكم ونشوف ان شاء الله اغاني ديالكم. انا عارفه ان سجلتي الاغنيه ان شاء الله غادي تخرج مور هذه الازمه، وحنا معاك ودائما في الجنب ديالك، وان شاء الله دائما نشوفوك نجمه كبيره، وتحيينا انت المهرجانات هذه السنه. كلمه اخيره للجمهور اللي متبعكم من قبيله وفتح فرح معاكم وشطح معاكم. كنحبهم بزاف وكنشكرهم، كل من يعني التفت لك وتيقلب عليك وتيسول فيك وتعيط لك وتقول لك اختي توحشناك، ويعني كيتوقفك غير ملي كيوقفك شي حد برا وتيقول لك اختي راه حنا توحشناك، اقسم بالله لا انت كتحسي براسك راه كي يعني ربي عطاك واحد الميزه ان الناس كيحبوك. نتمنى من الله نبقى عند حسن ظنهم، نبقى خفيفه على قلوبهم،
ونبقى كيف ما قلتها لك الصاره ديال راس العام، بغيت نبقى فحال هكا كيف ما انت شي بيا ما نتبدلش ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ونهديو اليوم اغنيه ديال ينشط شوي يا عليكم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه وبصحه وراحه. نتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر ان شاء الله في مره اخرى مع الغزالات فاطمه زهره الداوديه، زهيره ولاله ملكه.